بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله. بكرة استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أنا على ثقة بأن الوزير إن شاء الله راح يصعد بكرة المنصة ويواجه الاستجواب، وأتمنى أن يكون قادر على الردود على محاور الاستجواب وكل ما يتضمنه الاستجواب من كل محور وكل بند في كل محور، ونترك الرأي والحكم للشعب الكويتي أولا، ثم لنواب الأخوة نواب مجلس الأمة. بكل بساطة أنا على ثقة بصعود الوزير، وإن شاء الله أن تكون ردودة مقنعة للشعب الكويتي وللنواب ولي أنا كمستجوب، ونتمنى التوفيق للجميع. شكراً.